بوقت تسديدة خطيرة خطيرة سواريز الهدف جول سواريز يفتح مجال التسجيل لريغواي يلام الكرة مباغتة ومفاجئة فاجأت المخرج والمصور والمشاهد وأنا وأنتم والتسديدة كانت قوية راول فرنانديز صدها وسواريز لا يضيع كرة مثل هذه يفتح مجال التسجيل سواريز للأوروغواي في وقت كان يبدو مرتبك يسرى التسديدة من فورلان بيسرى وفي مساحة ضيقة جدا يتمكن لويس ألبرتو سواريز من تسجيل هدف السبق لصالح منتخب الأوروغواي بابا 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 في زاوية مغلقة تماما